للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتور إكرام، كيف ترى إعلان نيكاراغوا انضمامها لدعوة الإبادة الجمعية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وكيف يؤثر مثل هذا التوجه على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟ وإن أيضا التأكد من أن الجيش الإسرائيلي لا يرتكب الأعمال المخالفة للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي أيضا نقطة هامة، أن إسرائيل عليها أن تقدم تقرير إلى المحكمة عما اتخذته بشأن هذه الإجراءات المؤقتة في فترة لا تتجاوز شهر. إذن كل دي بعوامل أو مؤشرات بتعكس ضعف الموقف القانوني لإسرائيل أمام المحكمة. وأيضا شيء إيجابي أن تنضم إلى هذه الدعوة دولة نيكاراغوا. وأيضا أنا عاوز أقول أنه متوقع أن تنضم دول أخرى سواء في مستقبل المنظور أو في فترة لاحقة، وده بيعني أيضا أن في تغيرات بتحدث. نعم، على ذكر انضمام دول جديدة لهذا التوجه، مثلما قلت وذكرت دكتور إكرام، هناك ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان على قطاع غزة. هل تقترب من نهاية أو نقترب من نهاية المأساة الإنسانية التي يشهدها فلسطيني وقطاع غزة في هذه الأيام؟ والله طبعا احنا نقدر نقول ان في ضغوط تتمثل في شكل تصريحات. نعم. يعني بعض الدول اعلنت او كده، انما لم تتخذ اجراءات من حيث الواقع العملي تدار بها اسرائيل من جانب يعني هذه الدول. وبالتالي يعني هو في السياسه دايما المهم ما يحدث على ارض الواقع وليس مجرد تصريحات، انما احنا ممكن نقول وبشيء من المصداقيه ان في تغيرات حدثت في المجتمع الدولي، في تغيرات حدثت في مواقف بعض الدول وحتى الدول التي كانت تؤيد إسرائيل على طول الخط. إنما الأكثر أهمية أن تمارس ضغوط على الحكومة الإسرائيلية بهدف إنهاء هذه المجزرة، خليها نسميها، وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. وللأسف بعد قرار المحكمة الدولية الأخير، وعلى الرغم من وجود كل هذه الضغوطات الدولية الكثيرة على إسرائيل وإدانتها أصلا بما تقوم به من عنف وتهجير للفلسطينيين، رأينا عدم ثقة أو عدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، رأينا عدم مجابهة هذه الظروف أو هذه القرارات، وقرر إنشاء 7000 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية على رغم كل هذه القرارات. فعلا، ودي اللي بنسميها المفارقة أو الشيء الغريب في الموضوع. رغم ما اتخذته المحكمة من قرارات وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير وكل هذا الكلام، واللي احنا بنقول عليه في تغيرات حدثت ايضا في مواقف بعض الدول، انما نلاقي بعد المحكمه وقراراتها ان اسرائيل تستمر في نفس المخطط العدواني ضد غزه، تستمر في انشاء مستوطنات، وكل ده بيخالف قواعد القانون الدولي. نعم. عاوز اقول ان اسرائيل ما كانت تستطيع القيام بما تقوم به لولا انها تلقى تأييد على طول الخط من بعض الاطراف الدوليه وبعض الدول الكبرى. وبالتالي يعني المتوقع هنا لكي يحدث تغير في الموقف الإسرائيلي وبطريقة إيجابية من وجهة النظر العربية ومن وجهة النظر الفلسطينية، يتطلب الأمر أن تمارس هذه الأطراف المؤيدة لإسرائيل على طول الخط وخصوصا الولايات المتحدة، أن تمارس نوع من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بإيقاف هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي. نعم. والمخالفة لحقوق الإنسان والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية. بالتأكيد دكتور إكرام، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا.